محمد احنا بنتكلم على المباراه دي، يعني احنا عارفين عدد المصابين فيها كان الحمد لله محدود. تمام. الحمد لله عدت. تمام. لكن احنا بنتكلم على مستشفى بيعالج 22,000 حاله في شخص. الناس جايه مصابه من الاول، هي في مصاب. تمام. من الاول. طب انا عايز انتقل لحضرتك ليه فكره ان هؤلاء البلطجيه يقتحموا هذا المكان. نحن في حاله ثوره، ولكن نحن الان نحتاج الى ما يسمى ضبط وترشيد مشاعر الثوره. ليه؟ عشان انا بقول لحضرتك يعني ايه حمى تجمعات. حاله الثوره قد تنقل لدي انا، وانا راجل منضبط انفعال محترم اعبر عنه عن حاله الثوره، انزل اتظاهر بشكل محترم واعود الى بيتي. لكن هذه الحاله اللي هي حاله الثوره ذاتها لو تسللت الى نفس شخص اخر بلطجي ينزل يروح المستشفى يعمل اللي حضرتك شفته ده. فنحن في حاجه الى ما يسمى ضبط وترشيد مشاعر حاله الثوره. يعني في مطالب بتتحقق لابد ان نضبط علشان المواجهه الامنيه. ادي حالك في مستشفى، ادي حاله في الصحراوي، ادي حاله كذا. لو جبت حضرتك قوات العالم كله عشان تحقق الامن تنزل، لان مفيش في اي دوله من العالم على سبيل المثال هتلاقي حضرتك قوه امن على كل بيت واقفه. صح. او في كل شارع. لكن نظريه الهيبه الامنيه هي اللي بتحقق هذا التوازن الامني المطلوب، وتؤدي في النهايه يقال ان هذه البلد بلد امنه او بلد غير امنه. والهيبه الامنيه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي ترجع ازاي؟ تحتاج الى جانبين. الجانب الاول زي ما بقول ان دعوه عامه لضبط وترشيد مشاعر وتصرفات الثوره. ادي واحد، لان الجميع بيكتوي بنار هذا الفراغ الامني وبيدفع ثمنه ابرياء وبتدفع ثمنه مصر. اتنين بقى، نيجي بقى على البعد الاخر، كيف تعاد هذه الثقة؟ محتاج الى ضرب بقوة من حديد. اعتقد ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة بدأ من جانبه وفقا للاعلان الدستوري القائم الذي اناط به في هذه المرحلة المؤقتة سلطات مجلس الشعب، فاصدر التشريعات الخاصة الكفيلة بمواجهة هذا العبث. صدرت مادة 375 مكررة، وبالمناسبة دي كانت مادة موجودة في سنة 98 وقضي بعدم دستوريتها لعوار شكلي، لكن نظرا للظروف الحالية وللإعلان الدستوري استطاع المجلس أن يعيد إصدار هذه المادة. هذه المادة بتواجه حالات البلطجة بكل أشكالها وبتتسع إلى حالات حتى نصوص فضفاضة تتسع إلى جميع الحالات. أتصور أن أيضا الخطوة اللي بنراها كل يوم من المصارعة في إحالة هؤلاء الذين يتم إلقاء القبض عليهم من المحكمة العسكرية وإصدار أحكام فورية ورضاعة، المسألة طيبة جدا، لكن يبقى الحديث ذاك بعد التشريع والجانب القضائي في المواجهة. لكن البعد اللي على أرض الواقع، الثقة المفقودة، رجال الشرطة موجودين لكن في شيء كسر في أنفسهم. والسؤال اللي الأخت بعتته المشاهدة أو ده بارد الأهمية، لأن السؤال اللي بتردد الآن رجال الشرطة بيقولوا طب أنا عايز أعرف المعيار الفاصل، أنا الدولة مسلماني طبنجة، طب كيف ومتى استعمل هذا السلاح للدفاع عن نفسي او للدفاع عن امن المواطنين او للدفاع عن الممتلكات العامه؟ اعتقد ان دي مساله جوهريه جدا تحتاج الى نوع من انواع التوعيه للضابط ونوع من انواع التوعيه للمواطن. لان زي ما حضراتكم اختلط الحبل بالنابل في الفتره اللي احنا بنعيشها، هل الضابط الذي يهاجم قسمه فيتصدى للدفاع عن نفسه وعن هذه الممتلكات، هل هو آثم يقدم إلى محكمة الجنايات ولا يعتبر بطل بيدافع عن الشعب وعن ممتلكات الشعب؟ في برضو الحقيقة نقطة مهمة من أحد المشاهدين بيقول إنه الإعلام له دور من حيث الصحافة تحديدا، وده على حد قوله إنه في صحافة بتطالب إن الشرطة تكون بدون إطلاق رصاص حي على المجرمين، وهي طبعا شايفة إنه ده يعني خطر او في نوع من عدم الوعي. على المجرمين هي كاتبه كده، على المجرمين، على المجرمين او اي احد من المواطنين بناء طبعا على المواطنين. نحن نتفق بناء طبعا، هي اكيد بتتكلم على هو ده المعيار اللي لابد ان نقف امامه. كل من اطلق طلقه على متظاهر لابد ان يدفع ثمنا باهظا، حتى لو وصلت المساله الى اعدام من قارف الفعل لنفسه أو حرض أو ساعد إلى غير هذا. لكن ده المتظاهر السلمي الذي خرج يعبر عن رأيه، له كل احترام وتقدير، وكلنا كنا نقف وراءه ونؤيده. صحيح. لكن المجرم الذي يهاجم قسما، الذي يروع مواطنا، الذي يعتدي، هل هذا
يتم التعامل معاه ده بيلتحف بحقوق الانسان ده؟ لا، ولا بد ان يضرب معه بيد من حديد. جميل جدا دكتور محمد، احنا وصلنا دلوقتي لنقطه الردع والتعامل مع المجرم او البلطجي. طب سياده الليه يعني احنا معانا تليفون يمكن، بس انا عايز اسالك سؤال سريعا يعني، يمكن نكمل الموضوع ده بعد التليفون، لكن الرابع في كان طلع قانون البلطجه وكان في نداء من وزير العدل بتعديل قانون البلطجه، سيادتك شايف الرابع المفروض يبقى عامل ازاي وقانون البلطجه المفروض يبقى شكله عامل ازاي عشان يبقى رابع؟ طب ناخد التليفون الاول وارجع تاني لحضرتك. الو. الو السلام عليكم. مساء الخير وعليكم السلام. مساء الخير يا فندم. استاذ عبد العظيم. ايوه عبد العظيم. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اتفضل. حضرتك انا يوم 12 و13 فبراير تعرضت انا واسرتي لهجوم من البلطجيه، وانتهى الموضوع ان انا اصبت في عناية، حصل لي نزيف في العين ماشي يوم في سيارة الشبكية، واخويا المحامي قطعوا له اوتار ايده وخرجنا من بيتنا ملفوفين بوابتين وبنترمي في الجبل ماشي. بيتنا ولع، نهدنا وشرب كل ما انا الموضوع ده حصل ازاي يعني يا استاذ عبد العظيم؟ يا ريت تشرح لنا اكتر ايه اللي حصل، مين اللي طلع ساكنين فين؟ البلطجية الموجودين في المنطقة اللي كانوا بيسرقوا في الفترة ديت من السجون. يعني في منطقة ابو سهول اسماعيلية في منطقة اسمها عزبة أبو جمال ورا مطار أبو سهيل على طول. حضرتك طبعا اتصلنا بالجيش أكتر من مرة، لا حاجة لمن تنادي، اتصلنا بالداخلية طبعا ما حدش أغاثنا. في الآخر جه الجيش بعد بيتنا ولع واخترجنا لفينا البطاطين وطلب لنا الإسعاف وخد بعضه ومشي. لحد النهاردة أنا وإخواتي بنتعالج في المستشفيات ماشي من غير بيت وسكن أو ملجأ ماشي. مطلوب عملية ليا انفصال شبكية في العين ماشي، اخويا ووالدي مرميين في بيت ووالدتي مرميه في بيت واخواتي الثلاثه مرميين في بيت ماشي، ومش عارفين نعمل ايه. بيتنا محتلين البلطجيه لحد النهارده ماشي. مفيش داخليه، مفيش جيش، مفيش اي حد. رحت الشرطه العسكريه، رحت كل اللي ممكن، كل باب اخبط عليه اقدم له صوت المحضر والتقارير الطبيه واقول احنا مهددين ماشي، ان بيتنا مش موجود وملناش ملاذ، ملناش مكان نقعد فيه ماشي، مش عارفين نتعالج حتى كمان في المستشفيات اللي هي الحكوميه. كل دوت ولا حياه لمن تنادي. استاذ عبد العظيم يعني الف سلامه على حضرتك وشكرا ليك، البلاغ وصل دلوقتي معانا على الهواء. سياده اللي هو شكل اخر الحقيقه من اشكال البلطجه يعني. اخيرا حضرتك تقول ايه؟ بص، هو الجميع بيتفق على حاجه واحده، وعلى فكره انا برضو بيجي لي تليفونات كتير من ناس ما اعرفهاش برضو نفس الشكوى. الشكوى هو انه عندما يتقدم احد الشاكين ببلاغ ضد البلطجيه جم عنده لا يستجاب لبلاغه سريعا. يعني كل اللي سمعناهم دلوقتي ان احنا بلغنا محدش عمل لنا حاجه. ده بيحصل كده. انا شايف ان ضروره الاستجابه الفوريه للبلاغات بتاعت البلطجيه بالذات، واستخدام السرعه في محاوله القبض عليهم حتى الباقي ياخد درسا انه لن يفلت من العقاب. بمعنى انه عندما يرى ان البلاغ قد تم من صديق له، وان هذا البلاغ ما حدش عمل فيه حاجه وما حدش قبض على حد وما حدش قدم حد المحكمه، البلطجيه التانيين هيعملوا زي الناس دي، ان انا هبلطج ومحدش هيمسكني. انما عندما يتم الاستجابه الفوريه للبلاغات المقدمه ضد البلطجه والقبض عليهم وتقديم المحاكم العسكريه، وانا شايف الحقيقه بعض المحاكم العسكريه بتدي عقوبات قاسيه لاعمال دي، لكن من يقدم المحكمه جزء بسيط من الكل، يجب ان يتم تعميم فكره القبض على البلطجيه وتقديمه للمحكمه. طب والتزام بحظر التجول؟ هو دلوقتي حظر التجول بقى 3 ساعات، الحقيقه الجيش بيحاول ان هو يعني يفرض ال3 ساعات دول على قدم، كان اصبح الوقت يعني اصبح قصير يعني، فما اعتقدش ان في مش هيفرق زي الاول يعني. فهل يعني الحالات اللي احنا سمعناها يمكن ما سمعناهاش في الجرايد والاخبار، ولكن اللي احنا سمعناه كانوا بيقولوا في 122 حاله بلطجه، لكن يبدو ان اللي احنا ما بنسمعش عنه اكتر كمان من اللي احنا بنسمع عنه بكتير. فسرعه الاستجابه وسرعه الاستجابه للنداءات وسرعه نزول شرطه مره اخرى للوضع اللي كانت عليه قبل ما تحصل. قبل ما نختم حوارنا ونشكر حضراتكم، يعني عدد كبير جدا من الرسائل جايه لحضرتك. سؤال مهم جدا، بما حدث في اللي انا اعرفه انه في غزه القذائف الاسرائيليه، الناس عايزه تطمن هو ده في غزه ولا ده على الحدود، ولا زي ما بعض الرسائل معايا بتقول انها دخلت للاراضي المصريه. لا حدث ان في طيارتين اسرائيليتين قاموا بقصف 10 انفاق وتدمير 10 انفاق على الحدود المصريه مع قطاع غزه في ال 14 كيلو دول، ولكن داخل الحدود بتاعه قطاع غزه.
يعني لم يتم اختراق الحدود المصرية ولا سنتي واحد. كل ما تم في داخل حدود قطاع غزة تم قصف 10 أنفاق وتم تدميرهم بطائرتين إسرائيليتين في غارتين متتاليتين، لكن لم يحدث الاعتداء على الأراضي المصرية. شكرا لحضرتك. ولن يحدث. ولن يحدث إن شاء الله. لأن في جيش، لأن في جيش كويس. في جيش كويس واقف. تأذنيلي في نص كلمة سريعا، أنا أوصي أيضا من قبيل الرد أن يتم نقل عبر الهواء مباشرة تنفيذ أحكام الإعدام التي من المتصور أن تصدر في الحالات اللي احنا بنشوفها دي، حاله اللي فيها قتل. طبعا القتل، لان عقوبات الاعدام في جرائم البلطجه بتصل الاعدام في اذا اقترن ببعض الجنايات، والخطف الذي اقترن بمواقع تونتا الى اخر هذا. اعتقد ان نقل هذه المشاهد لتنفيذ الاحكام على الهواء من شان ان يحدث قدر من الردع المطلوب، الزجر والردع ايضا. ولو سمحتوا لي انا في 5 ثواني نداء سريع الى اخواتنا المتظاهرين في ميدان التحرير باكر، رجاء التكرم باحترام القوات المسلحه والاجهزه الاخرى اللي اتكلمنا عليها حتى لا نفقد ثقه الناس دي. الناس دي بتعمل ليل نهار، وزي ما احنا شايفين يجب عدم تعدي هذا الخط واحترام الناس دي، ارجو هذا. شكرا لحضرتك سيادة اللواء سامح سيف اليزل، وشكرا لحضرتك المحامي الأستاذ محمد بهاء أبو شقة. شكرا لكم على هذا التوضيح لعدد كبير من الأمور بما يخص الحالة الأمنية اللي بيشهدها الشارع المصري الحالي، وشكرا لتواصل حضرتكم، وياريت تستمروا معنا بعد الفاصل حوارنا عن الفن والدراما بعد أحداث الثورة.